الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأصباط، وحماس والجهاد تدعوان إلى التأهب وإعلان النفير العام للدفاع عن الأقصى. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة إرهاب على طول حدودها، وشمخان يحذر من أن الاستفتاء في كردستان سيؤدي إلى عزلة الأقليم وإضعافه. السراج ينفي عقده أي اتفاقات مع حفتر ويشدد على ضرورة أن يكون الجيش تحت سلطة مدنية تنفيذية. أهلا بكم. اعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين عند باب الأصباط المؤدي إلى المسجد الأقصى، جاء ذلك بذريعة رفض بقاء المصلين في الخارج وضرورة طردهم من المكان أو عبورهم وفق الشروط الإسرائيلية إلى داخل المسجد. وقد بلغ عدد الإصابات في صفوف المقدسيين 30 جريحا، فيما أمنت القوات الإسرائيلية الحماية لاقتحام المستوطنين باحات المسجد من باب المغاربة. خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد فرض واقع جديد عبر البوابات الإلكترونية. نصلي أمام بواباته لنعلن أننا متمسكون بالأقصى، رافضون لهذه البوابات الإلكترونية التي أدت إلى تغيير الوضع التاريخي القائم. كان يزعم نتنياهو بأنه سيحافظ على الوضع القائم، في اليوم التالي ينقض ما يقوله. هذا يعني أن الاحتلال طامع في الأقصى وأنه يريد فرض واقع جديد، ومن ضمن ذلك تركيب البوابات الإلكترونية. المرجعيات الإسلامية في بيت المقدس وأهالي القدس وفلسطين رفضوا البوابات الإلكترونية ودعوا في بيان إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. المرجعيات الإسلامية حثت على الصلاة والتعبد أمام أبواب الأقصى وفي شوارع القدس وأزقتها إذا استمر فرض البوابات الإلكترونية. حركة حماس والجهاد الإسلامي دعتا إلى التأهب وأعلان النفير العام للدفاع عن الأقصى. وفي بيان مشترك حذرت الحركتان من تصعيد كبير إذا استمرت إسرائيل بالعدوان. وأشار البيان إلى أن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان يومي يهدد بإشعال المنطقة بأسرها. ودعت حماس والجهاد إلى وقف الإجراءات الصهيونية وإعادة المسجد إلى سلطة الأوقاف الإسلامية. الطفل المقدسي نور حمدان فقد البصر نتيجة إصابته برصاص الاحتلال. نور ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير في مواجهة الظلم الإسرائيلي المتواصل. هناء محمد. من الطفولة المشاكسة إلى النضج على حين غرة تحولت حياة نور. نور عينه اليسرى انطفأ برصاصة غادرة أطلقها جندي إسرائيلي. أنا كنت على البراد لو هو مكانه لتحت على الشارع. لو جدي أنا جدي أدخل جدي بسلخ بطاطة وتيجي في عيني البؤبؤ تفتفت جوا عيني وفي عشان الوسخ وهذا فسووا كابولي كل الوسخ اللي جوا عشان ما تأثرش على عين اليمين منيح ما صار إشي يعني إنه إشي موت لي. اقتحامات قوات الاحتلال الأحياء والبلدات في القدس المحتلة ولا سيما العيسوية أصبحت مشهدا يوميا. هذا هو الجندي الذي أطلق رصاصة مغلفة بالمطاط الأسود فأصابت نور الذي كان يلعب على شرفة منزله. لهم قاعدين إشي بأرجل وإشي بيلعب ما أحلاهم فيش إشي. لسه بحكي لهم يلا فوتوا من فوت واحد ورا الثاني. يم المطاطة في كتف بنتي كانت قدام نور لسه أنا بعبرها إلا نور وقع. بدي أحمل نور، أنا فكرت نور بكع يعني من الخوف. بدي أحمل نور دمه على الأرض. وفي برضو كتير غير نور راحوا يعني ولاد صغار تصوبوا نفس الشيء. وفي ناس نفس الشيء من بلاكينهم، أكثريتهم من بلاكينهم، واللي راح يشتري لأمه واللي راح يجيب لأبوه أغراض نفس الشيء، والكل مستهدف يعني.
شهيد مقدسي وعشرات الإصابات بالرأس والوجه نتيجة الرصاص المطاطي الأسود سجلت منذ بدأت سلطات الاحتلال باستخدامها قبل 3 أعوام. الرصاصة تزن 62 غراما ويمنع استخدامها ضد الأطفال والشيوخ ومن مسافات قريبة، لكن عشرات الآلاف منها أطلقت على المقدسيين. هذه هي الرصاصة التي اخترقت وجه نور من هذا المكان بالضبط، وأكثر ما يخشاه أهالي العيسوية أنها لن تكون الأخيرة التي يقضي بها الاحتلال على أحلام أطفالهم. هناء محميد من قرية العيسوية في القدس المحتلة، الميادين. أكد مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا ستفعل ما يلزم ضد التهديدات التي تأتي من الأراضي السورية والعراقية. وفي بيان عقب اجتماعه لوح المجلس بأن إجراء استفتاء في استقلال إقليم كردستان العراق قد يؤدي إلى نتائج غير مرجوة. وأشار مجلس الأمن القومي التركي إلى أنه من غير الممكن فعليا تطبيق قرار الاستفتاء في شمال العراق. كما شدد المجلس على أن تركيا لن تسمح بإقامة دولة إرهاب على طول حدودها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أن الحديث عن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق سيؤدي إلى عزلة الكرد في العراق وإلى ممارسة الضغوط وإضعاف كردستان وجميع العراق. وخلال استقباله وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني، رأى شمخاني أن تحرير الموصل من تنظيم داعش هو بشارة لمستقبل أفضل للعراق الموحد وللتغلب على الفتن الخارجية الهادفة إلى إيجاد شرخ في صفوف العراقيين. أفاد مصدر عسكري بتحرير الجيش السوري حقل الديلع النفطي في ريف الرقة الجنوب الغربي، كما تقدم الجيش في عمق البادية على محور حقل الهيل السخنة مدعوما بغارات للطائرات الروسية على مقر لداعش، كما حرر نقاطا وتلالا حاكمة شمال وشرق المحطة الثالثة شرقية مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي. في سيارة الاغتياد. عم بفتح هون الموقع. تقدم الجيش السوري وحلفائه في ريف الرقة فرض طوقا كاملا على أكثر من 11,000 كيلومتر مربع يسيطر عليها تنظيم داعش في أرياف حمص وحماة والرقة. أهلا بكم. تقدم جديد حققه الجيش السوري وحلفائه في ريف الرقة الجنوبي، حيث استعادوا قرى وحقولا وأبارا نفطية عديدة. والتطور الأبرز هو وصول قوات الجيش السوري إلى الحدود الإدارية لمحافظة حمص لناحية الرقة، وتحقيقها تقدما جديدا في المنطقة باستعادة السيطرة على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ زملة وحقل غاز الخلاء والفهد في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى خرق حققته تلك القوات في ريف دير الزور الجنوبي الغربي حيث أصبحت على مشارفه. التقدم في مساحات واسعة في ريف الرقة جاء بعد استعادة السيطرة الكاملة على ريف حلب الشرقي والأوتوستراد الدولي الواصل بين الرصافة وأثرية، مع اختراق الحدود الإدارية للرقة بعمق تجاوز 100 كيلومتر. العملية العسكرية الواسعة التي يستكملها الجيش تهدف إلى التقدم أكثر في منطقة حقل الهيل النفطي الذي أصبح تحت سيطرته، للتقدم بشكل مباشر إلى مسافة تقل عن 60 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، بدءا من الحدود الإدارية لمحافظة حمص مع الرقة وصولا إلى منطقة حقل الهيل. وبذلك يكون الجيش قد فرض طوقا كاملا على أكثر من 11,000 كيلومتر مربع يسيطر عليها تنظيم داعش في أرياف حمص وحماة والرقة. العملية العسكرية من الرصافة إلى ريف حمص الشمالي الشرقي تهدف كذلك إلى السيطرة على منطقة الكوم الاستراتيجية والتي تعد معقلا لداعش، وكذلك على مدينة السخنة التي تعد عقدة اتصاله الرئيسية بين المناطق التي لا يزال يسيطر عليها والتي تبعد قوات الجيش السوري عنها قرابة 10 كيلومترات، وهي بوابة الدخول إلى محافظة دير الزور آخر معقل كبير لداعش بعد الرقة التي يتراجع التنظيم فيها أمام قوات سوريا الديمقراطية.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وواشنطن قامتا بكل ما يمكن لأخذ مصالح إسرائيل بعين الاعتبار لدى إقامة مناطق خفض التصعيد جنوب سوريا. لافروف قال أن الإسرائيليين على اطلاع جيد على ما تم الاتفاق عليه، حيث أن عملا تحضيريا جرى مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك إسرائيل. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الوقوف بحسن نية أمام السياسات التي تدعم الإرهاب، وأعرب عن ضرورة التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح في القاهرة. السيسي أبدى تقديره للوساطة الكويتية على خط الأزمة الخليجية. الصباح التقى أيضا وزير الخارجية المصرية سامح شكري، والذي تمسك بلائحة المطالب المقدمة لدولة قطر، وأيد استمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضد الدوحة. سبق هذا موقف لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اتهم فيه تركيا وقطر بتحويل الأزمة السورية إلى عمل مسلح، وطالب بالتأكد من أن الدوحة لم تعد راعية للأفكار الإرهابية. في مقابل حركة دبلوماسية تنشط لحل النزاع الخليجي، تتصاعد حرب التصريحات والاتهامات بين أطراف النزاع. من العاصمة البريطانية لندن، وجه وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية سلسلة اتهامات جديدة لقطر، اتهمها بإنفاق ملايين الدولارات منذ العام 1995 بهدف زعزعة استقرار مصر والسعودية والبحرين، وبأنها متورطة في تمويل الإرهاب على أعلى مستوى. القضية ترتبط بدعم الدوحة للجهاديين وبصرفها أموالا وجهودا هائلة، ولا سيما من يرتبط منهم بالقاعدة. لم تستخدم المال لمساعدة حلفائها في مجلس التعاون الخليجي، بل من أجل زعزعة استقرار دول بما في ذلك مصر. هذه الجهود متهورة ولن تجلب أي فائدة للدوحة، ونريدها أن تنتهي. قرقاش أكد أن الأزمة السورية تحولت إلى عمل مسلح بسبب تركيا وقطر، معتبرا أن الثقة بالدوحة باتت معدومة، وهي حطمت الوساطة برفضها لكل المطالب. الحكومات الغربية تعرف عن دور قطر التخريبي في ليبيا وسوريا. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت في تقريرها إن منظمات وأشخاصا في قطر يدعمون جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. الوساطة الغربية وآخرها الفرنسية لم تنجح في إيجاد نقاط مشتركة لوقف التصعيد. الكويت لم تيأس بعد من الوساطة، ويحط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطورات الأزمة الخليجية مع قطر والوساطة الكويتية وآخر مستجداتها ستحضر بندا أول على طاولة البحث. أما قطر فأعلنت عن إطلاق تمرينين بحريين مشتركين، الأول بين القوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية الملكية البريطانية، والثاني بين الأخيرة والقوات البحرية الخاصة القطرية، ليصل بذلك إلى 5 عدد التدريبات التي تجريها قطر مع دول غربية خلال شهر واحد. أعربت قطر عن أسفها لما نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن ضلوع الإمارات العربية المتحدة في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية مطلع حزيران يونيو الماضي. وفي بيان أكدت قطر أن ارتكاب جريمة القرصنة من دولة خليجية يعد خرقا للقانون الدولي. الدوحة أكدت أن النيابة العامة القطرية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية. فصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. نفى رئيس حكومة الوفاق الليبية أن يكون لقاؤه مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قد أدى إلى أي اتفاقيات. السراج قال أن اللقاء تخلله تبادل للآراء حول الثوابت الوطنية من دون الاتفاق على نقاط توحيد الجيش وتأسيس مجلس رئاسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. السراج قال أن نقطة الخلاف مع قائد الجيش خليفة حفتر تتمحور حول ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية. السراج قال أن طرابلس ليست محتلة ليحاول أحد تحريرها، وشدد على أن البديل عن الحوار هو حرب أهلية يدفع ثمنها الجميع.
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رأى في مبادرة السراج محاولة لإبقاء المجلس الرئاسي أكبر فترة ممكنة بصفته سلطة غير شرعية. صالح وصف الخطوة بأنها لا تتعدى كونها خلطا للأوراق وغير واقعية واستمرارا للمجلس ورئيسه في تجاهل الإعلان الدستوري على حد تعبيره. وأكد صالح أن المبادرة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير المعتمد، وأكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وصاحب الاختصاص في الدعوة إلى الانتخابات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الإخبارية السيد عبد الباسط بن هامل. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الباسط. يعني بعد أكثر من عامين على اتفاق أسخيرات، يعني ربما تكون هذه المبادرة حاليا الوحيدة لتحريك المياه الراكدة وهي مبادرة السيد السراج، فعليا لماذا يتم رفضها؟ لا، هو طبعا أولا طريقة الطرح التي جاء بها السيد السراج أو التوقيت، يعني دائما على من يتقلد زمام الأمور وخاصة في هرم السلطة عليه أن يختار جيدا طرح خارطة الطريق، وخارطة الطريق أيضا عليه أن يكون مجمع عليها على الأقل القوى السياسية الموجودة في البلد أيا كانت أشكالها وأيا كان أنواعها. الإعلان جاء أحادي مفاجئ للأطراف الموجودة على الساحة، خاصة في أعضاء لجنة الحوار الذي انبثق عنا الاتفاق السياسي الذي أدى إلى وجود الجسم السياسي المكون بما يسمى بالمجلس الرئاسي. هناك البرلمان الذي لا زال لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق إلى حد هذه اللحظة، وبالتالي الجميع كان متفق على فكرة أن يكون هناك انتخابات ليبية مبكرة، انتخابات رئاسية مباشرة، انتخابات برلمانية لإنقاذ الحقيقة البلد من حالة التشظي وحالة الانقسام السياسي. ولكن تفريغ الفكرة أو تفريغ المشروع من محتواه هذا سيؤدي بعواقب لا تحمد غير محمودة للأسف. يعني على أي سعيد الطرح ليس بجديد على فكرة، هذا ما قصدته. يعني بداية ما هي المخاطر التي تتحدث عنها؟ ثانيا يعني معروف أنه طبيعي أن يكون مثلا نقطة الخلاف إذا ما أردنا الحديث عن نقطة الجيش بكل الدول هو تحت سلطة مدنية تنفيذية. لا طبعا، هذه أول الخلافات. يعني في كلمة السراج التي تحدث فيها لم يتطرق إلى الإشكاليات وكيفية حلها، تحدث بكلام فضفاض، طالب المجلس النواب ومجلس الدولة بإيجاد حلول عاجلة لكل الخلافات متجاهلا بكل الكلمات التي قالها، تجاهل كليا المؤسسة العسكرية وحالة التشظي. هناك جيش وطني بقيادة المشير خليفة حفتر في جنوب وشرق ووسط ليبيا، هناك مكونات ومجاميع مسلحة وميليشيات وتشكيلات عديدة الحقيقة بالعشرات إذا سميناها، وهناك تيارات الإسلام السياسي وهناك كتائب عديدة الحقيقة. يعني هذه الآلية كيف سيتم توحيدها؟ يعني ترحيل المشاكل هذه إشكالية، هو كأنه تعامل معنا بنفس النهج حكومة عبد الرحيم الكيب، حكومة علي زيدان وإشكاليات حكومة الثني. هذه ترحيل المشاكل أيضا سيبقي على نفسه في مرحلة أخرى، يعني هو الذي أبقى على نفسه مثل ما أبقى البرلمان على نفسه في الحالة الليبية، مثل ما أبقى المؤتمر الوطني في مدد بنفسه. وبالتالي هذه الإشكالية في الحالة الليبية أن كل من يرى أنه هو الشرعي وأنه هو الذي عليه أن يوصي بالتوصيات التي يراها مناسبة من وجهة نظره، وهذه إشكالية أيضا المستشارين من حوله وإشكالية التدخلات الخارجية في ليبيا، لأن حالة التشظي وحالة الفوضى تخدم أطراف بالدرجة الأولى دوليا تريد لليبيا أن تضرب من خلالها دول الجوار. هذه تحدثنا مسألة تحدثنا عنها طويلا، صحيح. لكن الآن آلية الحلول وآلية المعالجات، يعني لدينا الآن 8 أشهر حتى نصل إلى مارس المقبل. جيد الوضع الأمني لربما تحسن في مدينة سرت وبنغازي، لكن عملية إيجاد سرعة الانتخابات، الأجواء الجيدة الملائمة لها، أنا أتمنى حقيقة وكل الليبيين يتمنوا أن 8 أشهر تكون أن تحمل لهم بارقة انفراج حقيقية، أن نصل إلى انتخابات تنهي هذه المسألة الجدلية. ولكن بتقديري الآن عقيلة صالح علق على هذه الانتخابات وهو يرفضها، حفتر بالتأكيد سيرفضها، هذه لا نقاش فيها. هناك قوة في مصراتة وأقصى الغرب الليبي سترفضها، أو وإن قبلتها فستقبلها مثل ما تريد هي، ليست كما يريد القوة الوطنية في ليبيا. طيب فعلا كان هناك الحديث عن استمرار التنسيق في آخر لقاء بين السراج وحفتر، أنه استمرار التنسيق، فإذا بالمبادرة اليوم تأتي كما ذكرت حضرتك بشكل أحادي، برأيك ما الذي أراد أن يسجله السيد السراج أو أن يقوله من خلال طرح هذه المبادرة الأحادية في هذا التوقيت أيضا؟
هو طبعا أستاذتي العزيزة دعينا نوه، أول الإعلان جيد، الفكرة جيدة، المبادرة جيدة، لكن تم تفريغها الحقيقة من محتواها، وهذه مسألة يعني لا ضد السراج. لا، المسألة الذي يعمل عليها السراج هي مسألة عامل الوقت، هناك 5 أشهر سنذهب إلى جدلية الاتفاق السياسي من عدمه، بقائه من عدمه، صلاحية المجلس الرئاسي، انتهاء الاتفاق السياسي، هذه مسألة، لأن هناك بيان صدر من المؤسسة العسكرية أعطى مهلة للأجسام السياسية الموجودة والمتنازعة في ليبيا، البرلمان، مجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، الحكومات المتواجدة، أنهاها من أجل، أعطاها مهلة لإنهاء هذه المهزلة السياسية. 17 ديسمبر سيكون هناك جدل كبير جدا في الشارع الليبي، جدل كبير جدا ما بين القوى السياسية، وبالتالي ستكون هناك فوضى عارمة. أنا بتقديري من يتحمل المسؤولية بدرجة أولى هي الأمم المتحدة التي صدرت مشروع الحرية والتي ذهبت بنا إلى هذه الفوضى. تعاقب علينا 5 من المبعوثين الدوليين. المبعوث الدولي وظيفته ميسر للحوار، مسير له. هو السيد السراج دعا إلى الحوار، برأيك هناك أرضية جاهزة لهذا الحوار اليوم؟ يعني كثرت الدعوات للحوار في ليبيا. لا 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 لا، ليست هناك أرضية، لأن أساس الأرضية للحوار هي عامل الثقة، عامل الثقة مفقود ما بين القوى السياسية. يعني السراج طرح المبادرة، يليه فورا هناك صدور قرارات أخرى، يعني أصدر قرار بالهيئة للاستثمار على مستوى ليبيا، أصدر قرارات وهو بالسفارات، وهذه تتضارب مع أطراف أخرى موجودة في شرق ليبيا هذه القرارات، وبالتالي هذه رسائل غير طمأنة أن السراج يريد أن يحتفظ بما يريد على هواه الشخصي وينفذ ما يريد فقط بما يريده هو أو ما يريده القوى الداعمة له. كان من الأفضل عليه عندما يطرح هذه المبادرة على أقل تقدير أن يتوقف عن إصدار القرارات، لأن بناء عامل الثقة مع الأطراف الأخرى وإرسال رسائل طمأنة مهم جدا. أيضا عليه أن لا يبقى في طرابلس فقط، وألا يرسل رسائل أن طرابلس آمنة ومطمئنة بهذه التشكيلات المسلحة، لأن التشكيلات المسلحة هي تتعايش مع الوقت الحالي نتيجة لوجود أموال وسيولة مالية تتحصل عليها، لكن هذه الميليشيات المسلحة سرعان ما تنقلب على من يقودها عندما تتغير مصالحها. الناحية الأخرى كان عليها أن يغادر طرابلس الذهاب إلى الشرق، طبرق، البيضاء، للجلوس مع عقيلة صالح، والجلوس ليكون جلوس فني ليس جلوس شكلي، جلوس لمناقشة الحقيقة، المواد المفخخة والإشكاليات العالقة التي لازم سنتحدث عليها وسنرحلها إلى 2018. عندما نتحدث نتحدث بواقعية وليس بتشاؤم. كل الشكر لك سيد عبد الباسط من هامل، نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الإخبارية، كنت معنا مباشرة من القاهرة. تبدأ قناة الميادين مساء اليوم عرض الوثائق خلف التلال، وهو من إنتاجها في جزئين. خلف التلال يستعرض معارك حزب الله بعد الأقصير وصولا إلى معارك جرود القلمون والسلسلة الشرقية للبنان، كما يشرح الأسباب التي دفعت المقاومة في لبنان إلى المبادرة بعد التهديد الواسع للجماعات المسلحة، وسلط الضوء على دور القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين. على أعتاب الحسم في جرود عرسال تبدأ الميادين مواكبتها عبر توثيق ميداني هام زاخر بالمعطيات والصور الجديدة. خلف التلال وثائقي من جزئين يستعرض المعارك التي خاضها حزب الله منذ ما بعد الإقصير في أيار مايو 2013 وصولا إلى معارك جرود القلمون وسلسلة لبنان الشرقية عام 2015. الوثائقي الذي أنتجته الميادين يتطرق إلى الأسباب التي دفعت المقاومة في لبنان إلى أخذ المبادرة بعد التهديد الواسع للجماعات المسلحة. دخولنا إلى المعترك السوري ابتداء من معركة القصير المشهورة والمعروفة، والسبب في ذلك أننا لا نقوم بشيء في الخفاء، ونحن واضحون بأننا مستهدفون كمقاومة. في الجزء الأول من الوثائقي تحت عنوان من القلمون إلى فصل جرد طفيل، استعراض لكيفية نقل ثقل المسلحين إلى منطقة القلمون، حيث أتيح لهم تعزيز بنيتهم العسكرية واللوجستية والأمنية بما فيها معامل التفخيخ، إضافة إلى السيطرة على المعابر الحدودية مع لبنان. فلنتأمل السيناريو العكسي أو السيناريو السيء، أن تستولي المعارضة والمنظمات الإرهابية والتكفيرية، ماذا يجري في لبنان؟
يعيد الوثائقي سرد التفجيرات التي ضربت داخل اللبناني والتهديدات التي تصاعدت على الحدود وطالت مختلف الشرائح اللبنانية المسلمة والمسيحية. كان ممكن كتير أنه يصير فيه احتلال لبعض القرى اللبنانية من قبل المنظمات الإرهابية. تستعرض الميادين كيف أخذ حزب الله المبادرة وقرر مع الجيش السوري حسم المعركة هناك. وفي السياق مشهدية خاصة للقائد الجهادي في حزب الله الحاج مصطفى بدر الدين السيد ذو الفقار، وكيف أدار وخطط وأشرف على ذلك الجهد المشترك. في الأمن الوجودي في خطر، أمننا، أمن ناسنا، أمن أهلنا. ضربة استباقية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. في الجزء الأول أيضا الترقب الإسرائيلي لما حصل ويحصل، وترحيب إسرائيل بمجموعات مسلحة تتخذ من حزب الله هدفا، كل ذلك مدعوما بشهادات لمسؤولين سياسيين وميدانيين، فضلا عن شروح على الخرائط للواقع الميداني وللمساحات التي احتلها المسلحون وتوزع مراكز الثقل والقوة. نذكركم مشاهدينا بأن الجزء الأول من خلف التلال سيعرض بعد نصف ساعة تقريبا، أي عند الساعة 9 بتوقيت القدس الشريف. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا التذكير بعناوينها. الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأصباط، وحماس والجهاد تدعوان إلى التأهب وإعلان النفير العام للدفاع عن الأقصى. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة إرهاب على طول حدودها. وشمخاني يحذر من أن الاستفتاء في كردستان سيؤدي إلى عزلة الأقليم وأضعافه. السراج ينفي عقده أي اتفاقات مع حفتر ويشدد على ضرورة أن يكون الجيش تحت سلطة مدنية تنفيذية. الميادين.نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.الميادين.نت. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.